اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة الفريك ما يحب الشريك، ولكن مع شوية كبد وكلاوي هنعمل طاجن الفريك بالكبد والكلاوي. الكبد والكلاوي انت بتحوشيها بتشيليها بتبقى موجودة عندك بتشتريها، مش هو ده الموضوع. الموضوع ان الكبد والكلاوي دايما فيهم شك في الزفارة شوية، فتعالوا نشوفوا ايه مشاكل الزفارة مع الكبد والكلاوي مع شوية فريك مع طعم بصلة وتومة مكعبين من الزبدة. هنعمل احلى طاجن. معانا بطاطس النهاردة بالطماطم والكزبرة. انا عاشق للبطاطس وخاصة لو ما تكونش مقلية، مشوية معمولة مع صلصة مع طماطم مع تومة مع كزبرة حارة بوريه، الحاجات دي كلها أنا عاملها النهاردة بطريقة جديدة هتعجب حضراتكم. وإحنا الأطفال اتفطمنا كلنا على البطاطس سواء مقلية أو مشوية، هنعملها بطريقة جديدة النهاردة. معانا عصير السعادة النهاردة بمناسبة المدارس النهاردة وأول يوم في المدارس، فإحنا محتاجين كمان نغذي أولادنا بالعصائر الجميلة الفريش، سواء رايح على المدرسة أو راجع من المدرسة ياخد كوباية عصير كده تصبيرة على ما تجهزي له الغداء. معانا عصير الزبادي بالموز والعسل، إذا كان بوتاسيوم إذا كان بروتين إذا كان عسل، كل ده موجود في كوب من العصير بتديه للطفل بتاعك أو للطالب هو قبل ما يروح على المدرسة، حاجة لطيفة وجميلة. مش عايز أطول حضراتكم لأن في تفاصيل في الحلقة النهاردة، ماتيريال بسيط ومتناول للجميع، ولكن الفكر الطهوي هو العالي هنا. هناخد فاصل أو هتروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. الفريك دايما محصور ما بين جوز حمام بالفريك، فرخة حلوة محشية فريك، بطاية حلوة محشية فريك، ولكن الفريك مع كبد وكلاوي ده الجديد. مشكلتنا مع الكبد والكلاوي شوية زفارة، عايزين الطعم بتاع الفريك ياخد من الكبد والكلاوي والكبد والكلاوي تاخد من الفريك. مقادير الطاجن على الشاشة، معانا فريك واحنا كلنا عارفين الفريك بيطلع من القمح الاخضر السنبلة الخضراء، ومعانا كبد وكلاوي وبصل وتوم وزبدة كزبرة خضراء، معلقتين من معجون الطماطم، فلفل حار، وده اختياري، لازم تسألي ضيوفك وحبايبك تحبوه سبايسي ولا مش سبايسي. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. انا عايز الفريك ياخد طعم الكبد والكلاوي. اول حاجة بحط طاسة على النار شديدة الحرارة، بجيب سكينة وأقطع شوية بصل حلوين. دايماً الطواجن بتبقى غنية بالبصل والتوم، الطاجن من غير بصل وتوم تحس إنه فقير. بصل شرايح بالشكل ده كده، والتقطيعة لازم تكون تقطيعة لطيفة وجميلة علشان الطاجن ده زي ما بتغرفيه زي ما بتقدميه طاجن، يعني يا إما فخار يا إما البايركس الإزاز حسب ما أنت حابة. ممكن تعملي طواجن بعدد افراد الاسره، شويه البصل الحلوين دولت مع الفريك حلوين. حلو، بصلايه زي ما هي كده بفركها بشويه ملح حلوين، شفت الدلع ده كده. خلي بالك تكوني فاكره انك انت حاطه ملح عشان ما تنسيش ترجع تحطي ملح تاني تبقى الدنيا كلها ملح كده، خلي بالك. اه بصلايه فركتها بالملح، هتقولي لي فركتها بملح يا عم الشيف؟ عشان تحمر معاك بسرعه وتاخد اللون البرونز بسرعه، اللون الذهبي الحلو. حلو، اد بصلايه، بناخد البصلايه دي كده مكعبين من الزبده بنحطهم في قلب الطاسه. طالما حطينا زبده بنحط معلقه زيت صغيره، علي ولماذا؟ علشان الزبده ما تتحرقش. بس خلاص ناخد البصل بتاعنا اللطيف ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقلبه كده شوية بصل حلوين. والبصل هو العمود الفقري للطاجن ده، بس لازم نخدم عليهم كويس. نقلبهم كده، شفت البصلية خدت لون ازاي؟ ولكن لازم تحط في الاعتبار انك انت حاطة ملح على البصل، اوعي تنسي. تقلبة حلوة كده، حلو، اسيب البصلية تاخد وقتها في السوى، الزبده بتساعد على التحمير. تعالوا نتكلم عن الكبد والكلاوي. اسئله كتير على السوشيال ميديا، صفحه اكله امي الصفحه الرسميه للقناه الاولى، اسئله كتير بتقول لك
الكبد بتتغسل يا شيف ولا ما تتغسلش، الكبد بتبقى معانا زفارة، الكبد نشوفها ازاي طازة ولا مش طازة، نعرف الكبد دي حلوة ولا مش حلوة. فأنا هجاوب على الأسئلة دي كلها وإحنا مع بعض كده عملي مش نظري. كبد والكلاوي أيا كانت ممنوع منعا باتا وتكتبيها على باب التلاجة تغسليها بعد التقطيع. عايزة تغسليها وعندك شك من عند الجزار، إيده مش نضيفة، السكينة مش نضيفة، البلانشة مش نضيفة وهكذا، بتعملي إيه؟ بتجيبي شاشة تغسليها كويس بمية من الحنفية وتمسكي الكبدة من داير ما يدور وتمسحيها وتظبطيها. هو ده غسيل الكبدة، ما حطهاش تحت حنفية بقى وأعصرها وأتخبش فرخة هي. بعد ما تغسليها كويس بتنشفيها بمناديل أو بنفس الشاشة وتقطعيها زي ما أنت حابة، عصافير مكعبات زي ما أنت حابة. اللي بيسرع على كبد الكلاوي وبيسرع على كبد الجملي، على الكبد الضاني، على الكبد البتلو، زي ما انت عايز. هي دي قاعده غسيل الكبد، اوعي تغسليها بعد التقطيع. معانا كبده زي الفل اهيت ومعاها فلفل حار، بسم الله ما شاء الله، ومعانا شويه كلاوي حلوين. انا بعشق الكلاوي، بيبقى فيها طعم كده لطيف وحلو. الفلفل الحار ده اختياري، والكبد عموما سواء كبد ضاني كبد فراخ من غير فلفل حار ما بيبقاش لها طعم. بس ده ما يمنعش ان احنا نسال ضيوفنا، عايزينها سبايسي مش عايزينها، عايزين شطه معاها مش عايزين، اهو خاصه احنا بنعمل طاجن حلو اهو. شويه الفلفل دول هم اللي هيخلوا للكبده طعم. سندوتش كبده، كبده مشويه برضو لازم تكون شويه سبايسي. هناخد الفلفل ده يا عم الشيف زي ما هو كده، بننزله على البصلة. الله، شفت الطاجن ازاي بيبدأ ان هو يتبني؟ اهو بصلاية دي الأساس، ده التأسيس، اهو ده تأسيس الطاجن. بصلة تقطعت جوانح شرايح سلايز، دي مصطلحات طهوية مالكيش دعوة بيها، خليكي مع الشكل. حمرناها في زبدة ومعلقة زيت، حطينا الملح عشان تدبل معايا بسرعة وتطلع معايا بسرعة. بنبدأ نبهر البصلاية دي بشوية بابريكا، الله، شوية كمون، شوية كركم حلوين، كركم مفيد ينقي الكبد وينشط الكبد، فلفل اسود ده اساسي، اوعي الملح. حلو الكلام؟ اه. نقلب دول مع بعض، بصلاية خدت طعم، الله، هو ده اللي انا عايز اوصل له. حلو قوي بالشكل ده كده. هننزل بالكبات بتاعتنا والكلاوي، بس قبل ما ننزل بيها هنعمل حاجه لطيفه قوي. التوم ده نسقطه كده، شفت بقى الهوا ده الشغل اهو. ونمسك التوم ده كده زي ما فركنا البصله بملح، هنقلب التوم الطازه على الكبده. حلو الكلام. شويه البقدونس دول انا مش عايزه، اصبحت الكبده هنا انا قلبت معاها التوم طازه. انسل الزفارة بينا مكان. اه، هناخد الكبدة دي زي ما هي كده يا عم الشيف، نسقطها على البصلة الحلوة. الله، هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. اه، فين الفريك؟ لسه بدري. ونقلب دول كده مع بعض. مهم جدا الكبدة تنزل على نار شديدة عشان تحافظ على الجوس اللي موجود فيها. الله، شفت الحلاوة دي كده؟ اه، الله، وربنا بارك اهوت ومبارك والدنيا زي الفل. نص كيلو كبد على كلاوي، شويه بصل حلوين من خير ارضنا، شويه فريك من اللي انت مخزناهم، هتعملي احلى طاجن كبد بالفريك. اه، والكبد اتبلت هنا مع البصلايه اللي انا متبلها من شويه اهو. دي المفروض بقى نغطيها دلوقتي، خلي بالك ده مهم جدا. اه، هتسيبها على النار كده ونغطيها ونسيبها، لازم كلها مع بعضيها تستوي. اه، زي الفل يا عم الشيف. هتغطيها ليه؟ علشان كلها تتعامل مع بعضيها مع البصلايه والتوم. حلو قوي. الفريك وقته بعدين، لينا موقف معاه هنشوف هنتعامل معاه ازاي، وده اللي يهمني. بس خلونا نشرح نظره علشان اللي بيتابعونا دلوقتي لو انت عايزه يعني تبقى عرفت ايه فكره الطاجن. بعد ما بتستوي الكبد بنفس الخلطه اللي عاملها دي كده، باخدها زي ما هي كده اخليها على جنب، ومكان الكبد ومكان البصل بنزل بالفريك، اسويه ثلاث ارباع سوا، بعدين انزل بالكبد والكلاوي عليه. هو ده النظر اللي هيتم دلوقتي هننفذه عملي. تعال نبص على الكبد بتاعتنا، اخبارها ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه، يلا وريني.
الله الله الله. شفت الحلاوة دي؟ تقريبا هي دلوقتي كده خلاص على وشك ان هي تستوي، ما بتاخدش وقت كبير طالما نار شديدة والكبد متقطعة بالشكل ده كده والكلاوي. نقدر نقول هنا طاجن الكبد والكلاوي والبصل، لو انت عايزاه بس بصل، بالبصل والفلفل. تحط طماطم ما تحطش طماطم ده قرارك ممكن، ولكن انا بضيف الفريك هنا عنصر مهم جدا، القمح الصحيح السليم كله عناصر غذائية كاملة متكملة. هناخد الخلطة الحلوة دي يا عم الشيف ننقلها في كسرولة ازاز عشان نشوف هنتعامل مع الفريك ازاي حبيبنا. مش لازم اجيب جوز حمام عشان اعمل فريك. ادي الكبده بتاعتنا الحلوه، الله اهي، شفت الحلاوه دي كده اهي، حطها كده زي ما هي اهي وفي نفس الطاسه، اوعي تغيريها. حلوه. بنحط يا عم الشيف معلقه زيت. شوفي بقى التركايه هنا، مكان تحمير الكبده وطعم الكبده، معلقه من الزبده والفريك بتاعنا اللطيف. واشوح الفريك ده يا عم الشيف. اللهم صل على النبي، هو ده طاجن يكفي العيله والحبايب والقرايب والجيران كمان. ونقلب طبعا، لو عندك طبق زي ده كده مفيش داعي للرز بقى، ما تجيش الاقي رز بشعريه خالص. تحبشت الفريك كده بالتوابل. انا من الناس اللي بيحب الفريك مستوي جامد، سواء محشي في الحمام سواء معمول طاجن ايا كان. وخلي بالك ده لازم يستوي كويس قوي قوي، لانك لو ما سويتوش كويس وجوده في المعده واحنا بناكل الفريك والرز ما عندناش وقت نمضغه كويس، مش زي ابهاتنا واهالينا كانوا يقعدوا على الاكل ساعه وساعتين ويقعد يمضغ الاكل جيدا. دلوقتي في الاكل السريع، فالفريك ده يقعد في المعده وقت كبير قوي، تلاقي الراجل لسه في ريعان شبابه وعنده كرش من ايه، الرز ما بتهضمش كويس ولا الفريك بيتهضم كويس. اللي انا بقوله ده معلومات صحيه، معلومات طبيه، دراسه علميه. مضغ الاكل جيدا قبل البلع يساعد على الهضم، يساعد على التخلص سريعا. شفت شويه الفريك؟ فلفل يا مفلفل، نحط البهارات بتاعتنا اللطيفه. بهاراتنا ايه يا عم الشيف؟ شويه بابريكا حلوه، شويه كمون، خد طعم الفريك، فلفل اسود زي الفل، شويه الملح التمام. حلو قوي. تسيبوني بقى اعيش مع الفريك ده لانه عشقي، لان الفريك ده موسوعه في الطعم، تقدري تخليه بالطعم العربي بالطعم الشرقي بالطعم الغربي، تفاصيل مع الفريك المصري الجميل الحلو، القمح الاخضر قبل السوى، اما البرغل بيطلع من القمح بعد السوى. فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. انا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلت مع الفريك عشقي. احنا الستات المصريات بصراحه في الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو، أشطر حد يعمل فريك للأمانة، علمنا الدنيا كلها إزاي يعملوا الحمام بالفريك، البط بالفريك، فراخ بالفريك، ويقول لك في الآخر ما أحبش شريك. شوية الفريك معايا متفلفلين، خدوا طعم السمنة، خدوا طعم البهارات، مكان تحمير الكبدة يبقوا طعم الكبدة، مكان تحمير الفراخ ياخدوا طعم الفراخ، مكان تحمير البط ياخدوا طعم البط. هننزل عليهم بالمية، مية مغلية. قال لك ايه؟ اضرب الحديد وهو سخن. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. لازم على طول كده لما تنزلي بالميه مغليه كله يغلي مع بعضه. انا هنزل بقى هسه دلوقتي كده، بس يبدا ان هو تنشف ميته. نعم يا غالي. لا ده غير الرز، ملوش عيار. سأل سؤال مخرجنا الجميل، وأتمنى كان من السادة المشاهدين يسألون السؤال ده، هل عيار الفريك في المية زي عيار الرز؟ كوباية الرز تاخد كوباية مية وربع أو كوباية مية حسب
حبيت الرز انت غسلتيها وسبتيها ايه قديه بعد الغسيل. نفس الموضوع في الفريك، الفريك عشان تاخديه بجودة عالية وتاخدي طعم حلو منه يتغسل مرة واتنين وتلاتة بعد ما تنقيه كويس، سواء متخزن عندك سواء اشتريتيه، وتغسليه مرة واتنين وتلاتة عشان مادة التخزين او مادة الحفظ، وتنصفيه من المية، اوعى تسيبيه في المية، وتصفيه من المية وتحط معاه شوية فلفل اسود وشوية قرفة وهو بره النار. ليه الفلفل الاسود والقرفة يا عم الشيف؟ علشان الشماخة مكان التخزين، والبرغ الفريك بيبقى له ريحة كده مش مقبولة قبل ما نسويه، ريحة القمح. فاحنا بنحط الفلفل الاسود والقرفة عشان يبقى ريحته كمان حلوة. هو بيغلى على النار دلوقتي اهوت زي الفل. الله، هو ده اللي انا عايز اوصله. بدأت ميته تنشف، الكبد والكلاوة عندي هنا تقريبا تلات ارباع سوا، باخدها زي ما هي كده. بص بقى على الحلاوة، بص السائل اللي نازل معايا ده كده، هو ده. شوف الحلاوة دي كده، شوف الشقاوة. الشربات، الشربات بتاع الكنافة، الشربات بتاع الكبد والكلاوي ينزل كده هو ده. الله الله، بس وغطيها واسيبها كده ايه تسبح مع نفسها. نار هادية في الحالة دي يا أمي، نار هادية، انت اللي علمتينا يا أمي. هدي النار بس خلاص وغطيها. حلو، يلا بينا نخش على اللي بعده.